الحكومة تفرج عن تعيينات جديدة بمناصب عليا. صدق مجلس الحكومة الذي انعقد أمس الخميس بتقنية التواصل المرئي برئاسة أخنوش رئيس الحكومة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بيتاس خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة إنه تم على مستوى وزارة النقل واللوجستيك تعيين نبيل مسالي مديرا للطيران المدني، وعلى مستوى وزارة التجهيز والماء تعيين رشيد مداح مدير وكالة الحوض المائي لسوسمسة، والأستاذ عبد الله بوراك مدير وكالة الحوض المائي لسبو، عمر شفيق مدير وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية.